أنا أفاضل، مرحبا بكم في هذا الروبورتاج القصير، حيث نستضيف مجموعة من المهتمين بهذا الموسم. وفي البداية معنا السيد عبد اللطيف المير، عبد ربي الفقير إلى الله سبحانه وتعالى. عبد اللطيف المير محافظ الزاوية الدرقاوية بمدينة سلا ومنسق الزوايا الدرقاوية بالمغرب. واني نعم، إذا موسم المولاي إدريس الأكبر من المواسم المهمة والنوعية بالمملكة، إذا ما يميز هذا الاحتفال السنوي؟ هذا الموسم الرباني الديني الصوفي هو الموسم الوحيد من بين المواسم الدينية في المغرب الذي تجتمع فيه جميع الشرائح، سواء من المادحين أو من الذاكرين أو من المصلين على رسول الله المعروفون بجمعية دليل الخيرات، أو من المشرفين على الزوايا الصوفية بالمغرب. جامع الشرائح من جميع المدن المغربية تلتقي سنويا في الموسم المولى إدريس الزرهون، وكل من أراد أن يرى حبيبه وصديقه في الميدان الرباني الصوفي فما عليه إلا أن يأتي من الموسم المولى إدريس فيجده هنا، خلاف المواسم الأخرى التي يحضر فيها البعض ويتغيب فيها البعض. إذن من طبيعة الحال المملكة المغربية حاضرة هنا بهذا الموسم، إذن كيف يتميز هذا اليوم الأول يفتتح الموسم موسم مولاي إدريس الزرهون كالعادة بطلعة الشرفاء العالميين واستقبالهم من طرف الموفد الملكي نيابة عن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهو الحاجب الملكي مرفوقا برجال السلطة، وهو الذي يقدم الهدية الملكية للشرفاء الشبيهيين ويرافق الشرفاء العالميين في هذه الطلعة المسؤولون عن فرقة دليل الخيرات بالمغرب، وكذا بعض المادحين وبعض ممثلي الزوايا الصوفية بالمغرب، حيث يدخلون صلاة المغرب ضارح المولى إدريس فتقام الأذكار والصلوات على رسول الله، ويختم الحفل بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين حفظه الله ونصره، وللشعب المغربي بأن يعمه الخير والرخاء وأن يحفظه الله سبحانه وتعالى من كيد الحاسدين من كيد المغرضين، اللهم آمين يا رب العالمين. من طبيعة الحال إحياء هذا الموسم له دلالات، وإن نذكر كذلك الجانب السياحي فيه كذلك الجانب الديني وربط العلاقات وأواصر ما بين العرش والشعب. الجانب السياحي لا يجب أن نتخيله بالمفهوم السياحي الصرف، فأهل مدينة الزرهون هم ناس نبلاء، منازلهم مفتوحة للزوار، من أراد أن يقطن فليقطن ومن أراد أن يأكل فليأكل، وذلك تقريبا بالمجان. فلا نقول أن هذا الموسم يعود بالريع المادي على أهل هذه المدينة، بل بالعكس، فأهل زرهون هم ناس يستعدون في هذه الفترة ويهيئون جميع الوسائل كي يكون الضيوف في أحسن حال. إذن في الجانب الآخر من الشطر الثاني من سؤالكم، فكل زائر لضريح المولى إدريس هناك عمود خشبي، ومعنى ولا يمكنك أن تلج ضريح المولى إدريس إلا إن أنت خفضت رأسك وتدخل من تحت ذلك العمود. فما معنى ذلك؟ البيعة مستمرة لفاتح المغرب المولى إدريس رحمه الله، وهذه البيعة هي مستمرة إلى الآن إلى أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، فهي بيعة مشتركة لسبب دخول الإسلام، لمن كان سببا لدخول الإسلام إلى هذه البلاد، ولأمير المؤمنين الراعي هذه البلاد والحارس عليها والحارس على أمنها. فالدعاء دائما ليل نهار مستمر ودائم لصاحب الجلالة أن يحفظه الله وأن يكلأه
برعايته التامة، آمين يا رب العالمين، وأن يحفظه في أنجاله وفي إخوته وجميع العائلة الملكية، وأن يعم الخير هذه البلاد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بسم الله. نعم الله يكبر بك. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد ربي حميد عسلوي، رئيس الهيئة الوطنية لمغاربة العالم. نعم، حضورنا في تمثل الهيئة الوطنية لمغاربة العالم في هذا الحفل النبوي الشريف الذي يستضيف أقطاب من المديح والسماع من أقطاب المغرب من جل المدن المغربية، وهو موسم سنوي يمتاز بتقديم بيعة سنوية للمولى إدريس ولأمير المؤمنين محمد السادس نصر الله وأطال الله في عمره. هذا الموسم يمتاز بعدة امتيازات، لأنه الحضور ديالو يكون فيه شيوخ زوايا من المغرب جميع من جميع المدن، الصوف يعني أقطاب من الصوفية، وهو الحمد لله يعني يلتقي ويجمع شمل المغاربة بحبهم وفي هويتهم الوطنية، وهذا دليل يعني في ترسيخ ديال الوطنية ديالو. الإنسان لما يكون يحب الهوية ديالو كيحب الوطن ديالو. الهيئة الوطنية المغاربة العالم يعني من البنود ديال التأسيس ديال القانون الأساسي ديالها، ربط من البند ديالها الأول وهو ربط جسور التواصل مع الزوايا الصوفية، هذا داخل في القانون الأساسي ديال الهيئة، ولهذا كان دائما تكون حاضرة الهيئة الوطنية لمغاربة العالم في جل المدن المغربية في جميع الزوايا، في جميع حفلات الزوايا نكون حاضرين. وهذا الموسم يعني له قيمة خاصة وله مزايا خاصة بما يمتاز به الحمد لله الالتقاء ديال الأقطاب ديال السماع الحمد لله الذي نفتخر بهم ونعتز بهم ونعتز بالهوية ديالنا المغربية في جميع المجالات. وشكرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لقد جاءت Yeah.
أمامك سارة يا حبيبك سائر في وضر ولا في شرور طول إذا
راضي المحبوب صحا صح لك الوصل Yeah.
وطهرنا صغير صحبي لحظاتي ولقنا منك السلام ألفنا فيك صاحب الله ولك ستانا وإنا فيك عن كل شر سواك حتى لا نكون إلا بك ولن واحظى فيك السائر فينا وبقي صبرنا حتى تتوفانا وأنسى النار لوحدنا يحيو لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لله العالمين. إذن مشاهدينا الكرام، لابد عندما نفتتح يعني القيام باستطلاع لمدينة مولد الزرهون سواء في مواسمها الدينية أو الثقافية أو الفكرية أو السياحية، إلا ونستحضر اسما له باع طويل في المجال التاريخ هذه المدينة العريقة. لن أطيل، معنا الأخ فاطمه الشبيهي من شرفاء الادارسه. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. نرحب بجريده في رحاب الجامعه التي جاءت لتغطيه مواسم الفاتح الاكبر مولانا ادريس الاكبر رضي الله عنه وارضاه، الذي حل بهذه الديار المغربيه بعد وقعه فخ عام 172 هجرية، والذي استفاد من يعني من مساعدة والي مصر حتى حل بهذه الديار، وحل أولا بمدينة طنجة، ومنها بعث دعوته الشهيرة إلى الأمازيغ المغاربة، والتي لا زالت بعض المخطوطات اليمنية هي التي يعني هي التي نشرتها، ويرجع الفضل إلى الأستاذ المرحوم الزعيم علال الفاسي الذي أخرج هذه الوثيقة التاريخية، حيث أن الملا إدريس يعني في بدايتها يعرف بنسبه وحسبه وبقربته من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني بعد ذلك يشرح منهجه أو برنامجه السياسي، والذي يتمثل في السير على نهج الخلفاء الراشدين في العدل بين الرعية والقسم بالسوية. وقد استجاب المغاربة لدعوته، وكانت يعني قبيلة أوربا التي كانت تستوطن هذه المنطقة وكانت من أكبر القبائل المغربية هي أول من لبت دعوته، حيث أن المولى إدريس حل بمدينة وليلي يوم 4 رمضان عام 172 هجرية، وبويع كإماما للمغرب. ومن ثم بدأ يعني المولى إدريس كان يفكر في إحياء الدولة أو الإمبراطورية الإسلامية التي اغتصبها العباسيون، ومن ثم كانت تحركات كل العسكرية كلها تتجه نحو الشرق، يعني ففتح بعض الأقاليم المغربية، ثم فتح تلمسان، ثم بعث برسالة أو دعوة أخرى إلى أهل مصر نشرها الدكتور المرحوم الدكتور عبد الهادي التازي رحمة الله عليه في كتابه تاريخ الدبلوماسي المغربي، يعني أنه كان ينوي إقامة إمبراطورية مغربية تمتد من بغداد إلى المحيط الأطلسي، إلا أن هارون الرشيد فطن لخطة المولى إدريس، ونظرا لبعد المسافة ونظرا يعني لإرسال الجيش لمحاربته، فقد التجأ إلى المكر والخديعة، فبعث بسليمان الشماخ الذي حسب الرواية المتداولة أن قتل مولى إدريس رضي الله عنه بقرورة عطر مسمومة في عام 177 هجرية. والمولى إدريس ترك زوجته كنزة حاملا، فلم يريد المغاربة حسم أمر الخلافة إلى أن تضع كنزة حملها، فكان المولود ذكر وهو المولى إدريس الثاني رضي الله عنه باني مدينة فاس، الذي تمم رسالة أبيه في إقامة الدولة المغربية. أما بخصوص موسم المولى إدريس فإن يعني يعتبر من أقدم المواسم، لأن يعني إذا رجعنا إلى الوثائق التاريخية فعندما تم اكتشاف قبر المولى إدريس في العهد الماريني من طرف
الخليفة عبد الحق المريني، عبد الحق بن يعقوب المريني، يعني جاءت مجموعة من القبائل المغربية لزيارة هذا القبر وللترحم على المولاي إدريس، فاضطر إلى استعمال القوة لتفريق هؤلاء الزوار، إلا أن الموسم في شكله الحالي يعني مدين لسيدي عبد القادر العالمي الشيخ الملحون وفيلسوف الملحون دفين مدينة مكناس، الذي يعني هو الذي أقام الموسم على الشكل الحالي. عندما حلت سنة عشفاء بالمغاربة التجأ إليه أعيان مدينة مكناس يعني لمعالجة الكيفية في كيفية معالجة الأمر، فنصحهم أو أشار عليهم بالذهاب إلى المولاي إدريس يعني يوم الخميس والنزول بالمنطقة التي تسمى جمجمة على بعد أميال من مدينة المولاي إدريس، والطلوع من ثم إلى الضريح حفاة عراة الرأس ذاكرين الله مسبحين حتى فاستجاب الله دعاءهم فأمطرهم غيث النافعة، ومن ثم اتخذها أتباعه يعني سنة لزيارة قبر المولاي إدريس وضريح المولاي إدريس في نفس الفترة من السنة. وكما قلت سالفا بأن المولاي سيدي عبد القادر العالمي رحمة الله عليه كان معاصرا لسيدي عبد الرحمن للمولاي عبد الرحمن بن هشام يعني في حوالي القرن السابع عشر أو القرن الميلادي. فالمولاي يعني موسم المولاي إدريس هو موسم ديني، يعني الهدف منه هو إحياء ذكرى المولاي إدريس والترحم عليه وإقامة حفلات يعني دينية داخل الضريح وداخل بيوتات الشرفاء، يعني تكون موازية لاحتفالات المقامة بالضريح، حيث أن الخميس الأول الذي يسمى بموسم الفقراء العالميين هو يعني يعرفه تواجد مجموعة كبيرة من فرق المادحين التي تفيد من مدن كناس، فاس، طنجة، تطوان، يعني المدن المغربية بصفة عامة، والتي تقيم حفلاتها داخل الضريح ويختتم بليلة الخمرة وهي نوع من شطحات الصوفية. وكل هذه الاحتفالات التي تقام سواء بالضريح أو سواء ببيوتات الشرفاء تختتم بالدعاء الصالح لمولانا أمير المؤمنين. أما الموسم الثاني فهو الموسم الكبير، فهو يعني موسم ديني حيث يعرف يعني مشاركة عدد كبير من الطرق الصوفية كأحمد شاوى عيساوى وغيرها من الطرق التي تقدم في موكب الهدايا هدايا إلى الشرفاء الأدارسة، وكما تقام حفلات يعني حفلات الذكر داخل بيوتات الشرفاء. والموسم هو مناسبة ومتنفس للساكنة يعني لترويج الاقتصاد يعني داخل هذه المدينة، فالضريح هو قطب الراحة وهو محرك الاقتصاد نظرا يعني توافد عدد كبير من الزوار عليه في مختلف المناطق المغربية وحتى من الخارج وعبر يعني طول السنة. إذن كنشكرك احتفي بهذا القدر. شكرا. نتمنى كل سنة. إذن كان معكم فن جديد في حال الجماعة مثل قناة خبر الثقافة العالمية المولاي إدريس في أمان الله. شكرا. شنو كتدعيو ليه؟
كنت عايش كنت الله تعالى تبارك يعني السيد بحال بحال هو خدم مع الله والله يعني الله اللي دار انت كتجي كتزوري كتقول الله تعالى تبارك ماشي كتدوي السيد ملي كتقول الله هو اللي كاين اما السيد راه هو خدم مع الله انت كت يعني كتبعي العاده ديال والديك التقاليد بحال هكا حنا كنجيو اول مره كنجيو لهاد داري باش نشوفو ونرتاحو فيه وكنسمع بزاف بلا هو مزيان مي اول مره نجيو ليه واش النهار خير تبارك الله وعجبنا كنتمنوا كاع الناس يجيو لهنا ويشوفو بحالنا مزيان مزيان جدا زوينة وكتشوف كاع الناس هنا مجموعة من اي منطقة جايين لهنايا وعجبني بزاف كنتمنى الناس كاع تجي لهنا وتشوف هاد المنطقة شكرا Thank you.
عبده ورسوله المبعوث إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وأظهر الطيرة. اللهم اجعلنا يا مولانا من تابعي المحبين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة الأفاضل الحاضرون معنا في هذا المكان السعيد القريب من ضريح فاتح قشر مولانا إدريس الأكبر رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا الله ببركاته وأفاض علينا في أنواره. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، إنه لمن الواجب وزرنا العادة التي سنها شيخنا وشيخ أجدادنا الولي الصالح سيدي عبد الروني أصالة عن نفسي ونياب عن فقراء العالمين بالكناس أتعرض ولو بإيجاز بالتعريف بهذا البطل العظيم، فهو علم من أعلام التاريخ الإسلامي المجيد، ذلكم هو الفاتح الأعظم والقائل الأكرم فرحد بحدنا النبوية الشريفة المولى إدريس بن عبد الله الكامل بن حسن مثنى بن حسن الصف بن علي كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء بنت مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الحاضرون، إدريس الكبر الذي نحيي له هذا المسيم فهو من أعظم ملوك المغرب على المغرب، وإليه يرجع الفضل فيما حدث في المغرب من إسلام ونظام وعدل. فلقد وجد المغاربة متفرقين فأوحدهم، ووجد كثير منهم يعتقدون معتقدات فاسدة فردهم إلى الحق الصواب، فجزاه الله عنا أحسن الجزاء. والعلي القدير أن يحفظ الراعي الأمين والساهر على حفظ المواطنين وسلامته مولانا محمد السادس، فلنحييه جميعا وندعو الله العلي القدير في هذا الحفل البهيج أن يحفظه بما حفظ بيده الحكيم، وأن يجعله في البطانة الصالحة التي تعينه وتشد أثره. اللهم قل له وليا ونصيرا معين وظهيرا. اللهم اجعل ملائكة المسلمين حائضين به حافظينه من كل سوء ومكروه. اللهم اجعل قلوب رعيته الوفية على محبته وولائه وطاعته. اللهم اجعله من هداة المهديين ومن أئمة المصلحين الذين يجاهدون لإعلاء كلمته ونشر شريعته. رجاءه في فيلة كبده وقرة عينه وليعديه الأمين المحبوب مولاه الحسن. احفظوا يا ربي في اسمه السعيد الأمير مولاه الرشيد وسائر سيد ملك الشريفة، ووفق اللهم ملوكه ورؤساء المسلمين لما فيه في الإسلام من يهود الصهاينة المعتدين المفسدين
اللهم أيد صفوف المسلمين، اللهم اثبت قدامهم، اللهم اقو إيمانهم، اللهم حرم أوطانهم، إنك على كل شيء قدير. ويومئذ يفرح المؤمن بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. اللهم ارحم بفضلك وكرمك وجودك وإحسانك من عاصمنا أسرهما وعائلنا جهادهما وصحياتهما، فتنحر اليوم الاستقلال كلانا محب الخامس وعقيد عروبة الإسلام ومدع المسيرة الأخرى ومحب الصحراء ولا الحسن الثاني. اللهم اطيق وحجابك رعب مقا أصالة عن نفسه ونيابة عن كل المنتسبين للطائفة الجزولية من قراء دلائل الخيرات من مختلف المدن المغربية أن يرفع إلى المقام المولوي الذي أنارت آيات سعده في صحيفة الوجود وتبارت جياد مجده في ميدان الكرم والجود، وضمن لهذا الوطن المبارك تجديد السعود وتوثيق العهود، أصدق آيات الوفاء وأوثق عرى الولاء الممزوجة بطيب الحمد لله على ما حلى به جلالتكم من كريم الذات وكمال الصفات وما هيأ